ننتقل الآن إلى درس الجملة الفعلية. فالملاحظ في هذه الجمل: لمع البرق، عوى الذئب، يسقط الثلج، يشتد البرد، اقطف الوردة، خذ الكتاب. فالملاحظ في كل هذه الجمل أنها بدأت بأفعال. لمع فعل ماضي، وعوى فعل كذلك، ويسقط فعل مضارع، يشتد كذلك فعل وهو فعل مضارع، اقطف كذلك بدأت اقطف الوردة كذلك بدأت بفعل وهو اقطف وهو فعل للأمر، خذ كذلك بدأت بفعل. والملاحظ كذلك على أن كل جملة من هذه الجمل التي بدأت بفعل لها فاعل بالتأكيد. من هنا نستنتج أن كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة فعلية. التمارين اجتهد في تكوين جملة فعلية بوضع فاعل للفعل غرد، والحال يمكن أن يكون غرد الطائر. اجتهد في تكوين جملة فعلية يأتي للاسم الأسد، وكذلك جملة فعلية يأتي فيها الاسم العصفور فاعلا لفعل مضارع، وكذلك كون جملة فعلية يأتي فيها الاسم القمح مفعولا به، واجتهد في حل ذلك التدريب. هذا التدريب. كذلك ائتي بثلاث جمل فعلية فعلها ماض، وبثلاث أخرى فعلها مضارع. أخيرا هات خمس جمل فعلية في موضع الكرة، في موضوع الكرة، وخمسا أخرى في موضوع الدراجة.